فأصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض، وكان هذا المرض أول ما أتاه في بيت ميمونة كما في صحيح مسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة. فلما جاء يوم الخميس كما في الصحيحين، وكان الصحابة رضي الله عنهم عنده، فقال: هلموا إلي بكتاب حتى لا تضلوا بعده. فاختلفوا وتنازعوا هل نحضر له ذلك أم لا، فقال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. فلما كثر الاختلاف قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، يعني من التأهب للقيا ربه عز وجل، فالذي أنا فيه خير. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، من منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنع ذلك الكتاب، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والذي يدل عليه السياق، وقد قال ذلك الشراح من أن رأي عمر هو الصواب. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه خشي أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء يعجز الناس عنها، وأيضا من باب الرفق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك مما يدل على صواب رأي عمر رضي الله عنه من أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر. فلا حجة للرافضة ولأشباههم فيما يتعلق بهذا الحديث. وما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الذي تدل عليه الأدلة على الصحيح من أنه أمر أن يكتب كتاباً من أجل أن يتولى الخلافة من بعده أبو بكر رضي الله عنه. ولذا في المسند كما ثبت أمر عائشة رضي الله عنها أن تدعو أباها وأخاها، ثم قال: حتى أكتب كتاباً، قال: حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبقى خوخة، وهو المكان الذي ينفذ منه الإنسان إلى المسجد ليصلي فيه، لا تبقى خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. قال ابن كثير رحمه الله: في البداية يدل هذا على أنه هو الخليفة رضي الله عنه.